يلا يلا موافق. لحظة، كيف لو تسرب هذه المعلومات ووصلت مستخدمين ثانيين؟ الحق 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 الحق، خلنا نمسك كل الجوال. بارد بطريقة تفاعله السلسة والمبتكرة والدقيقة، هل هو فعلا بيستخدم بياناتي أو معلوماتي الشخصية من أجل هذا التفاعل؟ بارد مستخدم المعلومات اللي كانت متوفرة للجميع في التعلم تبعه. هذا بخصوص بارد، باقي المنتجات اللي أريد أصنع عليها معلوماتي الشخصية اللي رفعتها وبياناتي، هذه ما تستخدم معلوماتي الشخصية؟ ككل منتجات جوجل، بياناتك الشخصية هذا إشي إحنا مهتم فيه بشكل كبير، ونخليك أنت كمستخدم عندك القدرة الكاملة اللي تتحكم ببياناتك الشخصية، فنعطيك كل الأدوات اللي تساعدك تحكي مين بيستخدم البيانات هذه، كيف طريقة استخدامها، تقدر تقفلها أو تفعلها زي ما أنت محتاج. بصراحة نجيب، أنت بشكل شخصي هل أنت تقرأ كل الأذونات وتوافق على كل الكوكيز في كل موقع تبدأ تدخل عليه؟ إذا الموقع أنا أثق فيه ورحته قبل هيك ما أقرأهم، لكن إذا موقع جديد أقرأه وأشوف أنا إيش الأشياء اللي تناسبني أوافق عليها ولا ما أوافق عليها. طب لو تسمح لي نجيب، بس توافق على هذا الكوكيز؟ هذا الكوكيز اللي أنا أوافق عليه.